What did you learn from this project and what are the next steps? Okay. شكرا كثير لكم على العمل الحلو اللي عم تقوموا فيه لتبينوا عن التجارب اللي عم نشتغل فيها. قبل ما احكي شوي عن شو العمل اللي بننوي نشتغل فيه، خليني اذكر بس انه هاي المدرسه مثل ما حكيت انا انه هي نموذج لمدارس كثير من ضمن المدارس اللي عم نشتغل فيها بمحافظات اخرى، ان كان بالحسكه او بدير الزور او بحمص، حتى بدمشق، بريف دمشق وبالقنيطره بحلب. فإذا هي نموذج نحن وجدنا بعد فترة عمل، ومثل ما ذكرت تاريخ المشروع أنه بلش المشروع بمدارس قليلة كتجربة، وكان في فرصة بحب أذكر شوي هون وقت اللي بالعام 2006 صار في الأخوة العراقية، دخل كتير من الأخوة العراقية على سوريا، وطبعا سوريا كلنا بنعرف أنه فتحت أبوابها للأخوة العراقية، اللاجئين العراقيين أنه يجوا ويعيشوا مثلهم مثل أي شخص سوري بهالبلد. وطبعا وزارة التربية مشكورة فتحت أبوابها لأنه تستقبل كل الأطفال العراقيين ليدخلوا بالمدارس ويكملوا تعليمهم ويدرسوا المناهج الموجودة. وهون كانت النقطة أنه وجدت اليونيسف أنه التدخل ممكن نحن نتدخل بها المكان هذا، وطبعا بدعم وبتعاون مع الاتحاد الأوروبي اللي قدم كتير تسهيلات ومعونات لأنه نساعد نحن أو نتساعد مع وزارة التربية لنشتغل بها المنطقة هاي. ووجدنا أنه نحن نستمر بمشروع المدرسة صديق الطفولة بالأماكن اللي بتواجد فيها الأطفال العراقيين مع الأطفال السوريين، ليكون عمل واحد بمكان بالمدرسة اللي هي فعلا هي المدرسة اللي بتجمع كل الناس. هي فكان العمل فعلا تعاوني تشاركي يهدف إلى نتائج إيجابية من كافة الأطراف، إن كان على مستوى خلينا نقول مستويات عليا، إن كان من وزارة التربية واليونيسف والاتحاد الأوروبي، وهذا اللي لمسناه كمان بضمن المدرسة. فمن شب تفوت على المدرسة بتلاقي في أطفال عراقيين مع أطفال سوريين، حتى في بعض المدارس من اللي أطفال كمان من أماكن أخرى من أطفال صوماليين وأطفال سودانيين. فإذا فعلا هذا شيء بيعلم أنه نحن بسوريا بمدارس سوريا في كتير شيء من الأخوة والمحبة اللي عم تكون بالمدرسة، وكمان منوجد هذا الشيء بالتعامل بين المعلمين والكادر الإداري والأطفال. لمسنا شيء منه بالصف، لمسنا شيء منه بالباحة. بحب أذكر أنه كمان العمل هذا اللي عم يكون فيه تم تمهيد له بشكل كتير كبير، فتم تدريب لكوادر كتير كبيرة، تم تدريب لمدربين، وحاليا نحن عم نعتمد على مدربين مؤهلين ممتازين من وزارة التربية اللي هن طبعا تم تدريبهم، وهن طبعا عم يدربوا حاليا بالمدارس اللي عم نشتغل فيها بمشروع المدرسة صديق الطفولة. وطبعا أنا بشكرهم جميعا وبشكر كل المسؤولين عن الموضوع، لأنه منحس أنه نحن فعلا أنه بوزارة التربية المشروع هن اللي عم يسيروه، هن اللي عم يقودوه، هن اللي عم يسعوا لتحقيق النتائج الإيجابية اللي عم تنعكس على الأطفال. فلذلك انطلاقا من كل هالحكي هذا، انطلاقا من كل هالإيجابيات اللي لمسناها بشكل مشترك بين الأطراف كلها، إن كان وزارة التربية، يونيسف، الاتحاد الأوروبي، حاليا وزارة التربية عم تحط أو وضعت بخطة الخطة الخمسية لـ11 أنه الوصول في خلال الخمس سنوات القادمة لأنه نوصل لـ5000 مدرسة تكون إن شاء الله صديقة الطفولة، تطبق معايير 10 اللي تم وضعها في البداية للمدرسة صديقة الطفولة. طبعا هذا تحدي كبير، وهون بيكون الدور اللي لازم كلنا نتعاون فيه لأنه نوصل لهذا الهدف. اليونيسف إن شاء الله مستمرة بالعمل مع وزارة التربية بالوصول إن شاء الله خلال الفترة القادمة الخمس سنوات القادمة لـ5000 مدرسة أنه تكون صديقة الطفولة. وهون يمكن كمان شوي بيكون دور الاتحاد الأوروبي، أنه نحن من ضمن التجربة السابقة اللي وجدنا الإيجابيات
الكارير تبعيتها انه ممكن نستمر بهذا الموضوع. وهون بيخلينا نقول من كمان سالتني عن موضوع شو الدروس المستفاده، انه هذا المشروع ليس مشروع لفتره معينه لمدة سنة أو سنتين، إنما نحن عم نلاحظ إنه هون في استمرارية بالمشروع. وهون بظن هاي فكرة إنه كيف عم ينتقل المشروع من مشروع لبرنامج، لأنه فعلا وزارة التربية عم تشوف إنه نحن عم نشوف بكتير خططة لها، بكتير تعاميم لها، بكتير قرارات عم تستهدف موضوع المدرسة صديق الطفولة، وعم تعتمد عليه بإنه يكون كموضوع ممتاز يحتذى به في تطبيق الكثير من المواضيع. مثلا شفنا شوي كيف المناهج الجديدة بتتوافق مع التعلم النشط، شفنا كمان في عنا البيئة المادية والوسائل هي كمان مساعدة للعملية التربوية، كمان في عنا من ضمن المعايير مواضيع حماية الطفل ومواضيع الصحة المدرسية. شفنا كمان كيف انه المديرة شرحتنا انه الاطفال كل مين بيجي معه كاسة بيشرب منها هذا نوع من التوعية حول النظافة، حول استخدام الأشياء الشخصية وهالأشياء. فإذا إن شاء الله المشروع في طور التطور من مشروع إلى برنامج، وهنا نحن بقول إنه التكامل الجهود كلها بتكون متضافرة لأنه نحقق هاي الفكرة لنتساعد سوا بين وزارة التربية واليونيسيف والاتحاد الأوروبي لنوصل فعلا بنهاية الخطة الخمسية لـ11 القادمة لنوصل لـ5000 مدرسة. وخلينا نقول إسا إنه الفكرة ما بس 5000 مدرسة، وطبعا هاي فكرة وزارة التربية إنه الوصول لكافة المدارس بسوريا لأنه تكون فعلا مدارس صديق الطفولة تطبق معايير المدرسة صديق الطفولة بشكل متكامل. I think sort of one of the things that's fascinating about this project in particular is that there is an impression of the work that the UN does in country, especially when it comes out of an emergency situation. That it's very, we work for a couple of months, the emergency might seem to be over in the eyes of the media, and then we disappear. What's really, really different about this is how sustainable this project has become. By introducing the child-friendly schools model, and it's now being extended across these 5,000 schools, as you suggested. I mean, this is an incredible sort of, explanation of how a project can be made sustainable and how it can affect an entire education system. And this is really what's interesting from a UNICEF point of view. And I think generally from a UN point of view as well, that from an emergency situation, something has come out which, may not have happened before, and it really, really has benefited the system. And the atmosphere in schools is better, the teaching methodology is better, and it's, and with our cooperation with the Ministry of the Education, we've been very, very fortunate to have partners like Ibrahim working very closely with them from the beginning. So we've definitely impacted the education system. So I was interested to learn from you that when you select the priority areas to which you want to contribute, you start a community process involving children, involving the community, involving the families, involving the teacher. Can you explain it better? Well, exactly. I mean, one of the key things for the child-friendly school is that it involves the community. One of the sub-aims of a child-friendly school is that it tackles the slight problem that Syria has, as well as other countries, with the dropouts of students. And this is a big problem in Syrian society in general, in that dropout students then go on to many, many other problems in later life. So in order to combat that, one of the key things has been involving the entire community. And at the beginning of that was UNICEF coming into schools that we wanted to target, schools that need a little bit of help, suggesting a list of supplies, a list of rehabilitation, a list of added little facilities that we could provide. But it wasn't us choosing what we gave the school. It was the community, it was the pupils, it was the teachers, and it was everyone coming around, sitting around a table, deciding that actually they need more desks in this room because there are too many students in this room. And it was them deciding and telling us what they needed. And this has really helped in sort of improve community relations with the school. And really begins sort of this whole idea that the school is more than just that place you study in till the age of 15 and then you never think about it again. That actually this is a community hub, that it's a great place for us to get information across, it's a really important place for
the Ministry of Education to get health information across and everything, but the community has to be involved in that. Yeah. And so asking them to be involved in choosing what was, you know, what rehabilitation the schools got was absolutely central. And it's worked very well, and I think it's been very positive actually.